علينا واحد المناسبه عاوتاني اللي غادي تنهض بها الرياضه ديال البلاد، وفي نفس الوقت الشباب يلقى عاوتاني فين يطور الافكار ديالو وفين يبدع وفين ينهض بالبلاد. واخا كان منافس ديالنا الجزائر لا يفسد في الودي كي كيقولوا قضيه، واش فهمتني؟ مزيان، رب ضرة نافعة. بالعكس ملي كتكون الاحتكاك كتكون المنافسة. كل عام كيكون تغيير وكيكون قوانين جديدة وكيكون أساليب جديدة تكتيكية بالنسبة للتنظيم ديال المناسبات الرياضية، وهذا الشيء ما يكون فيه إلا خير لنا. هذا هو خلاصة القول. دابا المغرب قادر باش يدير تنظيم عالمي، ماشي تنظيم إفريقي، تنظيم عالمي، والمغرب متوفر بالبنيه التحتيه ديالو وموجود كامل الاستعداد بالنسبه للتنظيم. حنا قادرين على تنظيم ديال كاس افريقيا وتا كاس العالم، ولات عندنا واحد ولاو الملاعب ولاو الطرقان ولاو بزاف ديال الحوايج، قادرين ننظموا كاس افريقيا، ولكن خاص الشعب او تقريبا بحال ما نقول لك المدن، كل مدينه خاص الساكنه ديالها دير واحد الحوايج اللي كيكونوا زوينين كيعاونوا السلطه، ماشي يديروا الشغاب باش التنظيم يكون مزيان. حيت دابا غادي يجيوها، شكون غادي يجيو عندك في الصريق؟ غايجيوها الافارقه وغايجيو العرب. يعني خاص هذاك الشيء يكون مزيان، ماشي تيتم جايين نديروا مثلا التنظيم ديال كاس العالم. راه كاس افريقيا بوابه ديال كاس العالم، خاصهم ياخذوا علينا واحد الصوره مزيانه، ونتمنوا يكون خير ان شاء الله. فرحان مزيان، نستاهلوا، حنا احسن منهم ألف درجة، عندنا تيرانات، عندنا بنية تحتية، عندنا طرقات، وكنستاهلوا ننظموا، عندنا ملاعب، مرحبا، حنا عندنا الحق ننظموا كأس العالم، مالو شنو، باش بعيدين عنا الدول الإفريقية، باش، حنا الأولين في إفريقيا إن شاء الله، كرويا، ماديا، حتى بالمورال، باش ما بغيش، المغرب مزيان. بالنسبة مزيان، المغرب مزيان يتنظم فيه كأس العالم، فهمتي؟ كتزاد السياحه، الرواج في البلاد، قضيه مزيانه يعني. لحقاش يتصلحوا التيرانات، فهمتي؟ التيرانات يتصلحوا، الشباب حتى هو يتحرك، يعني باديره مزيانه. بتنظيم كاس افريقيا، ولكن دابا حنا في المحنه ديال الزلزال وديال هذا الشيء، الاولويه خاصه للناس ديال الزلزال المتضررين، يعني يصيبوا لهم. المهم راه من 2025 واش هادو الناس ديال المتضررين ديال الزلزال غيكونوا صايبوا لهم المساكن ديالهم وصايبين لهم الديور ديالهم وداك الشيء اللي خاصهم، عا باش نشوفوا كاس افريقيا. ماشي حنا غننظموا كاس افريقيا غنخسروا واحد الاموال طائله، بزاف ديال الفلوس اللي غنخسروا، ونخليو المتضررين. واخا المتضررين راه باقي الوقت، ولكن انت كاس افريقيا باقي الوقت، الاولويه دابا الحاليه هي الناس المتضررين.